اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل تبرعات احد الاخوان في مدينه الليل بارك الله فيه، سياره الموتى او نقل الوفيات في الليل هي موجوده بصلح، واحنا موجودين بالحلية موجودين تست الانفواتور تست جاهزه، وهي من جوا يا جماعه، زي ما انتم شايفين. طبعا الكراسي هذول موجودات، الكراسي الموجودات انا محل بكره ان شاء الله بياخذوها عشان يحطوا محل للتابوت او للكفن. خمسه مع المتوفين، طبعا في خمس مرافقين مع المتوفي. بس قاموا بتساعد هاي السياره يا جماعه الخير، بارك الله اللي تبرع فيها. طبعا كمان عشان نشوف من جوا، من جوا يا جماعه مزدان ما شاء الله قدره زي ما شايفين، يعني بارك الله في الاخوان اللي تبرعوا من غير لم، من غير ما نلم ولا شكل.